النساء في مجتمعنا بيتطورنا بشكل سريع، صحيح مش بس عشان الدولة بتحاول انها تساند المرأة وكده، لكن انا بكلمك على التطور في الستات نفسها، في البنات، في انها من وهي صغيرة عايزة اتعلم، عايزة اشتغل، عايزة اكون حد، لا مش عايزة الفكرة ما بقتش الجواز وقعدة البيت، لا انا عايزة اكون حاجة. بقى في النزعة دي بقت موجودة، مش عايزة اسميها النزعة النسوية او الاستقلالية، ولكن بقى في نزعة طموحة جدا لدى النساء في مصر وفي الشرق كله، مقابلها لسه نزعة مسيطرة من الرجال. هل شايف ان الستات بقوا، ممكن اقول لك وانا بشوف اصحابي حتى، ان البنات اكثر تطورا عقليا وثقافيا وعلميا من الولاد؟ الولد لسه مستني بابا يصرف عليه ويجيب له شغل وكده، البنت صاروخ طارت، بقت هنا في بنك، بقت هنا في مؤسسة دولية، بقت هنا في كذا، وده بيخلي الارتباط أصعب. ده حقيقي، ده حقيقي جدا، ودي ملاحظه ذكيه من حضرتك طبعا، وملاحظه انا بشوفها بشكل يومي في الممارسه بتاعتي وفي حياتي بشكل عام. البنات اكثر واسرع تطورا واكثر قابليه للتغير، وبيتغيروا هم مختارين مش مضطرين. للاسف الذكور بيضطروا ان هم يتغيروا، بيبقى في عندهم مقاومة وصعوبة، لأن الموقف الذكوري ليه يعني ليه شهوة وليه فايدة وفي إحساس بالاستحقاق الزيادة، فغيره ليه؟ لكن وأحيانا كتير بالمناسبة يعني لما نتكلم أو الحكاية دي تبقى في ندوة أو حاجة، يقول لك يا دكتور أنت عارف الستات عاطفيين بزيادة أو كده. في الحقيقة الستات ذكائهم العاطفي أكتر من الرجالة، وذكائهم الاجتماعي أكتر من الرجال، وإقبالهم على الحاجات اللي فيها توعية نفسية أو تطور نفسي أكتر بكتير جدا، إقبالهم على العلاج النفسي حتى أكتر وأشجع من الرجال. أنا مش عايز الحكاية تبقى زي ما يكون إن الاتنين في مقابل بعض أو مضادين لبعض، الرجالة مظلومين برضو، ضحايا، يعني هؤلاء الذكور هم برضو ضحايا للرسائل اللي وصلتهم واللي خلته يبقى متصور ان انا راجل، يبقى انا ما اضعفش، ما بكيش، ما احسش، انا فوق دماغي الشيله بتاعت الامان والحمايه بتاعت اسرتي، فانا ما ينفعش ان انا يعني اخد نفسي شويه. هو الطرفين ضحايا والطرفين مظلومين، بس انا موافق جدا على الملاحظه دي، وده خلى ان طبعا بقى في فروق في الوعي عند الارتباط وبعد الارتباط. وللاسف يعني الواحد بيشوف يعني بيبقوا اتنين مرتبطين يعني مخطوبين او متجوزين او كده، والست عماله وعيها يتطور وتنضج نفسيا اكتر وتعرف اكتر وتنفتح على الحياه، وللاسف يعني شريك حياتها مش بنفس القدر ده. الفرق ده بيخليهم بعد شويه مش عارفين يكملوا حياتهم، مش عارفين يكملوا مع بعض، لكن لغه الحوار بينهم اختلفت.